الفنانه التونسيه منال حمروني منورانا على فوشيا. اهلا بيكي معانا. ميرسي، وانتم كمان وفوشيا ومصر كلها. وميرسي. وفي الافتتاح ده في الانترناشنال فاشن اووردز اعظم من موديل وكمان ممثله تونسيه، كل شرف اكون متواجده هنا مع الجو الجميل ده والناس حلوين جدا، واكيد هشوفهم من المصممين. هاني البحيري كمان انا لبست له من قبل كده، وكتير مصممين توانسه كمان، وحاجه حلوه حاجه حلوه ان انا احضر هنا بالمناسبه دي. منال، علاقتك بالموضه خصوصا ان انت ابتديتي قبل الفن عارضه ازياء، فاكيد كنت مهتميه. مين اكتر مصمم ازياء عربي بتحبي تلبسي من عنده؟ بتقول ان تفاصيل تصميماته دقيقه جدا. اكيد انا عروضي كانت عالميه وكلهم يعني ناجحين، وحتى التوانسه عنا الله يرحمه قاسي التونسي كانت بدايتي معاه. ثانك يو. واشتغلت كمان مع الزين علي الله يرحمه، ودلوقتي انا عاوزه اكيد ده بيكون هاني البحيري ده بيشرفني، وكل الجيل الجديد عندهم تصاميم حلوه، وانا تصميمي ده من تونسي. لوك غريب، اطلاله غريب ولون اسود. تصميم الغربي هي تونسيه وشاطره جدا، واكيد انا هلبس، عاوزه البس مع كل الانسان شاطر وعنده موهبه في الموضه. اللوك دوت تقريبا البحيري. يس. ميك اب باي مي. انا من كتر ما شغلي والعرض والازياء فاعرف اعمل شعراتي وحدهم وميك اب وحده. يس. لا بس عاده انا ما عنديش مشكله اعمل مع كل الناس اللي بتمشوا مع التين ومع اللوك اللي انا عاوزه يتمشى مع شعري والميك اب كمان، وما عنديش مشكله. على الصعيد الفني، ايه اللي بتحضريه الفترة القادمة خصوصا ان السينما التونسية في حالة تقدم وازدهار في الفترة الأخيرة؟ جدا. احنا عنا بنحضر مسلسل في رمضان اكيد، وعندي تجربة دي في برنامج تونسي اسمه أمور جدية، برنامج كوميدي، وان شاء الله هتكون عندي اعمال هنا بتواجدي في الفيلم فيستيفال انترناشونال الدورة 39، وان شاء الله الناس ما تعرفنيش فانا جيت مقصود لعرفي نفسي. فان شاء الله تكون عندي اعمال جديدة. دخولي الفن والسينما كان سنه من سنه واحده. الحب بيمثل لك ايه في حياتي؟ الحب بيمثل لي كلمه كبيره جدا، هو اهلي ومامتي وكل اللي بيحبوهم حواليا، واكيد فالفن والتمثيل انا بحبه جدا. وبالنسبه بنقرب. لا ما بعرفش، هو الصح، هو الحب الاصلي والحقيقي هي الفاميلي والعائله والاصدقاء، الناس اللي جنبك. مواصفات فتى احلامك؟ فتح احلامي بيكون طويل جدا، بحب الطول وبحب الشارم، بيكون تشارمينج وجنتلمان اكيد. انا بقى انت بقى ليه لا.